على فكره يا جماعه، جاي صيف وفيت القرايه، جيت فرهيد والجو واللمع كي لما ندي ديشوز نتلمو، كل واحد فينا يقرا في بر. هذاك في شريتك فيه لحد انا، كان في الجو وفي فرهيد. بالله بعد عام كامل وانا نجري ونقرا ومحرث باش نجي لولاني. اباريني نتفرج تحبني نعمل. تفرعت خويا وشيخ، ملومك حد. برجوليه يا جماعه، باش ندورها باركين. باش ندورها باركين. بالله باش نسالك سؤال حم. انت الباك قديش من مره معاودو؟ ستة مرات. وكل عام خديت جيب وين؟ ستة. ستة في الستة. وفرحانة؟ الحمد لله. لا حلو برشا، لا والله يعطيك الصحة. على فكرة، الطفل هذا كل عام يطلع بوند. ما فماش بوند يا وسيم، ما فماش. اسمعني، الفاك نتاعنا عاملة أوبورتونيتي مزيانة برشا اللي زالي فيكسيلون، تاع خروج لبرا. سونس نورمالمون ماشي. بيان سور ما نضيع فرصة كي هكا عادانا. اسمع يا سيدك، انت كل شيء تعمل فيه تحت حس مس. انا قلت لكم عاده. وعلى فكره خرجه هي تطلب شويه فلوس، دونك هذاك علاش يذنب بك نمشي. علاش مو احكي مع ابوك؟ انت تعرف اللي بابا حال حال الله وانا كيف كيف. اما باهي فكرك، قول لك دق الباب واسمع جواب، لربما تختفي سبحان الله. ان شاء الله ربي يسهل لكم الزوز. بلا وسيم باش نسالك، الاوبورتونيتي نتاعك هذه توكل خبزه فيها مستقبله؟ على فكره يا محمد، الاوبورتونيتي هذه فرصه تتعطى مرة بركة في العمر الزاد. وانت دكتورنا شنو تعمل؟ دكتور شنو ناوي تعمل؟ انا الحقيقة باش نقعد في تونس. ماك تعرف الميتين مطلوبة في تونس أكثر من برا، ولا أنا غلط؟ إيه عندك الحق، لما أنت بدي شو تربح عامين إيكيفالون، تا بيان شوازي دكتور. لربما يجي نهار ونستحقوك. أنا متأكد اللي بيستحقوني. إن شاء الله لا. وانت سلمى شنو تعمل؟ والله انا الحقيقه الكروج برا مش في مخي، اما بالدبلوم تاعي نجم نخدم من نحب في تونس. ان شاء الله ربي يسهل لك. على ذكر الدبلوم محمد، انت باك شنو السنه؟ جيستيون. ها اي أيوة وليكو وين خلينا جماعته. يعني ما يصيرش، خذني على قد مخي. اي هاني معك. الباك جيسيون وحده وليكو وحده كيكا. برجولية من الاخر يا جماعة، عامت اللي حبيت نقرأ فيه إيكو صعبت فيه جيسيون من الأزهر. لا يفادلك انت تفادلك توقع. كيفاش نفادلك؟ انت نحكي معك بالرسمي، كل شيء تاخده بتفادليك انت. قم الروح هم. تنكلموك ها؟ تنكلموك عايش. تليفوني وين وين؟ هو عندك حما تنكلموك ها؟ عايش. باي باي لوليد. ها ولدي جيت. عسلامة. عسلامة ولدي. شبي ولدي متغش؟ مانيش متغش يا بابا، خم. فاش تخمز الصغير والدنيا قدامك؟ تعرف يا بابا، انا عديت عام كامل محرف ونقرا بقلب ورب باش نجي لولين ونتصور روحي جيت من الاولانيين وفرحتك. فرحت يا صحيح. اما الفاك نتاعنا عامله اوبورتونيتي مزيانه برشا، اللي زي ليفيكسيلون تاع الفاك باش يخرجوا يقراوا البر، وجروبي الكل ماشي وسوند الزاده ماشي، وانا زاده نحب نمشي يا بابا. اما الخرجه هذه تتكلف شويه فلوس. قداش تكلف؟ 30 مليون ولا اكثر. اسمعي، نعرف اللي ديما في حالكش وما عندكش، مانيش نحكي لك في الكلام هذايا باش نوجعك ولا حاجة، هما جوست حاجة في قلبي وحبيت نقولها وبرد. تخلي حد شي في قلبك، قدرة الله تخرج وتقرا وتنجح وتتخرج، عندك أبوك. كيفاش يا بابا نعرف كم في حالكش؟ ما يهمكش. تمشيش ترهن روحك من يمش جيب. نخلقها الفلوس. تعرف يا بابا، كل الكلام هذايا اللي تحكي فيه بالحق، ما نجي نعوض لك اللي فما لهنا الكل. عايش ولدي، المهم تنجح وتفرحني. تعرف يا بابا، نجاحي وفرحتك أمانة في رقبتي اليوم الدين يا بابا، والله ما نعوض لك. عايش ولدي، عايش. فوزي خويا، عسلامة. عسلامة خويا. يا ودي شبيك يا هلال العيد، تغيب تغيب وتجي، لاباس انت العائله لاباس، وسيم ولدك شنو احوال؟ الله يبارك على جدك، شفتك على ولدي وسيم. لاباس؟ شبيه وسيم؟ لا لاباس، انا لاباس.
ماك تعرف ولدي نجح في قرايته متفوق بقاشنو حب يقرا في كندا كامل التخريج نتاعهم في كندا ومشي لكندا طلب عليه برشا برشا فلوس يا فوزي يتكلم حيرتي شبيه وسيم انا تعرفني من تريتي ما في حاليش صريتي ضعيفه طلبين علي برشا فلوس برشا يقديها الفلوس 30 مليون 30 مليون 30 مليون برشا عليها والله جيتك ساق القدام وعشرة تالي حسن منك خويا إن شاء الله ترحمني وتعاوني إن شاء الله أسمعني احنا اخو فما دم بيناتنا ولدك هو ولدي انا باش نعطيك 30 مليون عايش خويا عايش اي باش نعطيك 30 مليون عايش اما على شرط شنو الشرط تعطيني 500 كل شهر وعلى 5 سنين 500 دينار كل شهر يسر علي نقدر نعيش بربع شهرية شو كيما انت عندك مشاغل وعندك مصروف انا عندي مصروف زاد وولدك هو ولدي وانا عاطيك من غير لا شيكات لا حتى شيء انا اخو عايش خويا عايش ميسالش نعيش بربع شهرية نكلف عظامي عطيني ولدي تخرج انا موافق غدوة الصباح بحاول نمشي للبنكة بكري نجبد الفلوس وجاني في الوقت هذايا تلقاهم عندي عايش خويا سنكون انا على حسن الظن كما يقولوا من عهد صدقه من صدقه وفاء ولدك هو ولدي وان شاء الله نشوفه من ناجحين غدوه كان عشنا مرحبا بك فاز تلقى عندي الفلوس ربي يفضلك وربي يعطيك متمنى وربي يفضلك صغيره عايش خويا العزيز عايش خويا فوز عايش ملتقانا غدوه فوز ان شاء الله عسلامة ولدي وين كنت حيرت عليك مسلاح؟ أنا لي حير ولدي وين كنت؟ كنت لوجك على مستقبلك والحاجة اللي تفرحك وشنو هي الحاجة اللي تفرح؟ شد شوف دي هاي فلوس هذاي؟ نعم فلوس ذيك اللي وعدتك بها باش تمشي تقرا بيهم في كندا وتنجح لي إن شاء الله ليه ليه؟ والله العظيم تحكي بجدك يا بابا؟ نعم بابا جدك تعرف يا بابا والله دوب ما نخلت لغاديك ما نبدأ نبعث لك في الفلوس ونركح لك أمورك الكل ونعوضك علي فما لهنا الكل والله يا بابا ونحبك تنجح وتفرحني تهلا بابا تعرف ودك ديما اكسلون صحيح عايش ولدي عايشك ولدي ألو ولدي ألو أهلا يا بابا لباسة شنو حوالك؟ في خير ونعمة يا بابا حمد والله حمد والله صباح قرايتك كالعادة تعرف ولدك ديما ناجح وديما مفرحك عايش ولدي ما تصورش قداش مستحشينك هوني في تونس بالله العظيم مستحشينك ياسر ياسر أوه ما تصورش قداش توحشتك حتى أنا والله قل لي شنو صحتك أنت؟ أنا ما مكش فيا فدا فيك أنت انا هوني لاباس صلاه صدى في ربي لاباس انت شنو حوالك انت وهنيني على صحتك انت عايش ولدي ربي يخليك يا بابا بجاه ربي هنيني عليك تهنى يا بابا كون مهني ولدك راجل وعنده وعده تهنى ربي يخليك يا بابا ربي فضلك هاي ليلتك زينه يا بابا تو نكلمك نتفقدك غدوه ان شاء الله عسلامة خويا خويا لاباس يا خويا خير شوي لاباس صلى خير صلى خير حسين وانا جاتك الموعد نتاعنا كما تفهمنا فهمتني انا جبتك الامانة بتاعك تفضل خويا العزيز عايشك يا فوزي من غير ما تكمل تحسب جبت لك ناقصين كما تعرف خوك مريض يلزمني برشا تحاليل تعملهم والتحاليل تكلفوا برشا فلوس هذاك اللي لازم لك فليش جاتك ناقصة صلاة سمحني خي بالنسبة ليانا صحتك أبشر عايشك وريت هذوما وسخ الدنيا حتى وخي كان ما عندكش فلوس السماح مش لازم يرحم ولديك كما قلت أمي
هذاك اخوك الكبير سند العائله من اخوك ومن ابوك يرحم والديك. يا شوي انا ان شاء الله ما نسمع كان عليك كان الخير ان شاء الله بس فوز. عايش خويا العزيز بارك الله فيك. مرحبا يا فوزي مرحبا. تشكر عايش. بس انت والله الحمد لله. تفضل تفضل اخت تفضل اخت يا اخي قل اه شو بقى بحلو ولا انت قد بعدي نسيت عليك مش عليك مش مشكل احكي لي شنو احوالك؟ والله يا اخوك تعبت رجعت السبيت عبد مسبتر سبيتر اي لما قل يا اخي وسيم ولدك في باله؟ ما في بالوش ما عملش الحيره خلي في غربته على راحي فوزي خويا ما تغشاش من الحق الحق وسيم كبر ولازم يهزم معاك وضل القفل. لا لا خلي رايد تعطيك يكمل خيط ويروح ويعني باهي اسمع تستحقش حاجه تحبش حاجه لازم معاون وقفت معايا برشا يسر عليك. اسمعني انت لما ذي ما عادش تقول احنا تو في لحظه نتاع مستحقين لبعضنا وانا غني نعرفك سكوتي وما تحبش تتكلم ونزيد نعاود لك أنا مزروب وماشي عندي الحانوت خليتها محلولة باش نسكرها. فوزي خويا برحمة أم تستحق حاجة تكلم. عايش خويا يرحم والدي. إن شاء الله لاباس خويا. عايش خويا. وحشتك يا بابا باشا. شفتك انا كنت وحشتك. ما جيتكش وحدي او جيت لك معايا المدام. اي على راسي. يلا شاء الله ما شاء الله. تفضل قلت اقعد اقعد. ها ولدي شنو احوالك؟ شنو احوالك انت يا بابا؟ انت ايش عندك جديد؟ لاباس؟ شنو صحتك؟ شنو لاباس؟ شنو نقول لك؟ دي ودي با. شنو ما جديد ما قلتليش؟ شكون يزورك؟ شكون يجيك؟ فما اللي زارني يرحم ولدي واللي ما زارنيش ربي يهنيه. المفيد انت توا صحتك بخير. الحمد لله شدها في رب. تعرف بابا الخمس سنين غربه اللي تعديوا عليا طويلوا برشا وانت ماكش بحذايا ما تصورش قداش متوحشك فيهم وقداش نحبك ونموت عليك. شفت انا قداش توحشك وليدي. باهي اسمعني انا توا راني جيعان على الاخ وماذا بينا نفطروا حاجه تونسيه. تبارك الله ساعه المدام ما عندك دوخ. ربي يفضلك يا بابا. شنو تبزنس لي في مرتي؟ لا يزجعان اسمعني باش نقول لك حاجه ماذا بيا نفطروا ونرتاحوا شويه ومن بعد نحكيو في لي ديتاي نتاع السفر الكل شكون جاي شكون ما جاش الصحه كل شيء. كون حاضر استنى فيك. مريض متقلق. اسمع عليك يا بابا مناش لو جاي وين تحس فيها؟ واني في معدتي عنده جاي تقطر فيا. لطف عليك يا بابا وعلاش ما قلتليش يا اخي؟ ما حبش نحيط ولدي في غربته. هنا غربه يا بابا هذه حكايه ما تقولها ليش؟ اش عندك؟ عندي كونسير. كونسير؟ مين جاك يا بابا؟
وعلاش ما داويتش وكيفاش جاك؟ كيف سحبنا نداوي؟ والدواء غالي ياسر، ولزمني عملية، والعملية في الخارج، وتتكلف وليدي. واش تتكلف؟ تكلف 40 مليون. والمطلوب؟ لازم تعاون بوك. نعاونك؟ شقى غربتي الكل وتعبي نجي نمدهولك اللي كنتي باش تعمل بيه عملية، ونقعد انا حلف امي للريح. لاباس يا بابا يا بابا يا بابا، اللي في عمرك كي ربي يزيد نهار يفرح ويتبسم كي حل عينيه من غدوه الصباح. كان عاتي ربي راك فوق السجاده، لا قلت لا مليون لا اثنين لا ثلاثه، 40 يا بابا. استغفر مولاك، استغفر مولاك يا بابا. سي وسيم. السلامة دكتور. ها يا خوي. لا لا، كيما تعرف كوفيد والدنيا تخوف. هذه الكورونا مشيت على روحها. انت طبيب وتحكي هكا. يا هي خوي، ان شاء الله خير، لاباس ما؟ اسمعي، انا اليوم راني جيتك على حاجة وحبيش. جيت باش نطلع عليك أصحاب الكابينيت تاعك بيان سور، وميم تو شفت لك الدوسي هذايا باش تعمل عليه طلب. ان شاء الله خير. باش ما نطولش عليك الأحداث، تعرف اللي أنا مرتي توا معرسين عندنا 5 سنين، وتوا ربي اللي ناب علينا بالصغار. البر عملت التحاليل، عملت لي سيكو، مشيت للطب الشاي سمرشبا، هنا في تونس هذا كيف كيف. هذاك علاش خليتك انت اخر حال؟ خليتني اخر حالي؟ لا ينسيش نسالك سؤال سي وسيم، علاش خليتني اخر حال؟ والله ايش نقول لك، تعرف اللي الحكايه هذيا صعيبه ورزين على اي راجل باش يقبلها، وحشمت منك بالحسن. وماش اي مراه زاده تقبلها، يعني كيما الراجل كيما المراه. يعني انتي مشكلتك في الحكاية ذي الكل كان المجتمع، حاش بيها الحكاية وسيمة؟ كما قلت لك ايه. اسمعني وسيم، تحبني نحكي معك كصاحب ولا كطبيب؟ حبك تحكي معايا كصاحب وتزيد تفسر لي كطبيب. باه، هاني باش نحكي معك كصاحب. الحاجة هذي الشافي الوحيد هو ربك سبحانه. ثم عباد قعدت ما تجيبش صغار بالعشرة والخمسطاش سنة وربي ناب عليهم، يعني حاجة عادية على الاخر. والحاجة الثانية كان مش تقعد تخمم في المجتمع ويسي ما يجيبش الصغار ويسي ما يجيبش الصغار، عمرك لك باش تقدم. فهمني ولا ماكش فهمني؟ شوف، الحاجة الوحيدة اللي نعرفها انا توا اللي نشدك باش تداويني زدت عقد اللي تحكي لي في دون بورت كوا. تحب تفسر لي الحكايه هذه دوها؟ كان الصبر، قلت لك انا مستعد ندفع اللي تحب انت وفين نجيب الصغار. ماهيش مشكله فلوس يا وسيم، افهم. ظهر لي مازلت ما فهمتنيش والا ما تحبش تفهمني. قلت لك الشافي والعافي هو ربك سبحانه، افهم يا وسيم، هذه حاجه ربي. ونعم بالله، هات الدوسي. اسمعني، جيت باش نسمع نصيحتك كطبيب. زدت مرضت، إذا بيا الحكاية ذي ما يسمع بها حد، وبرا في لمان دكتور. ياسين، ما نحبكش تغش مني، راني والله نحكي معك كصاحب. نزيد نقول لك حاجة، راني كان حكيت معك كطبيب، باش تتغشش مني أكثر وأكثرين، هذاك علاش حكيت معك كصاحب. في لمان دكتور، إذا بيا الحكاية ذي ما يسمع بها حد. يعني أنت مشكلتك العباد، مشكلتك العباد باش تسمع؟ يا وسيم افهم. الحكاية اللي انت فيها عادية على الاخر، لاهي عيب لاهي حرام، حاجة نورمال يا وسيم. بالنسبة لي انا عيب وحرام ومشكلة كبيرة، ومشكلتي العباد والمجتمع وبابا والعائلة متاعي الكل. كيفاش انا ما نجيبش صغار؟ مخي ما ينجمش يقبلها. في لمان دكتور.
هو مشكلته كان العباد بيه مش باش يفهم، والمشكله اللي هو لازمو يفهم اللي الحاجه اللي هو فيها عاديه على الاخر. سامحني من قصد ربي بالفاليز نتاعك. مش بعد اخويا نبدل الساعه بصخر. يا سونت مشيت. حبيت نحكي معاك مني ليك، أما لقيتك عبد ما تستحقش، وحرام فيك الكلام. ما تتصورش قديش تحت من عيني بعد اللي عملته مع أبوك. هذاك علاش ربي يحرمك من نعمة الصغار اللي الناس الكل تتمنيها، وزيد عشتي معاك زيدة وغالطة. سي انتي بوك اللي ربيك ما لقاش فيك الخير بعد اللي عمله معاك الكل، فنلقى فيك الخير أنا. هاكا كيما خليت بوك في خسرته انا استخليتك، وان شاء الله يكون لك درس وتعرف قيمه لوالدتي.